سلام البنات، اخباركم؟ برك عواشركم، عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا يا ربي، ويا ربي بعد منا هذا البلاء هذا يا ربي. اللي مو بغيت نشارك معكم غير الغديوه ديالي، بغيت نشارك معكم الا كاينه جات على خاطركم. اليوم غادي ندير غير واحد، غندير ما عنديش الدجاجه هكا مقاده، عندي مقرده وشرملتها هكا، درت لها بحال الشرموله ديال هكا عاديه غير الربيع، والمصير شويه سمينه والبزار وسكينجبير هادشي درت فيها، وزويته بلديه والقزبر والمعدنوس مقطعين، وقطعت واحد نص مصيره حتى هي، ودرت البزار وسكينجبير وشويه الخرقوم والصفيره وزويته بلديه وشويه الملحه وجوج رؤوس ديال الثومه. انا غير بغيت نشارك معكم الغدا ديالي، قلت ما فيها باس نهضروا شويه ونجمعوا شويه. المهم نتمنى تكونوا بخير البنات، وعيد مبارك سعيد، وعواشركم مبروكه البنات، والله الا هذا العيد هذا جا ناقص، ما كنمشيو عند الحباب، ما كنمشيو عند عائله، ما مشينا عند والدينا. انا واخا حدايا ماما وداكشي، والله ما مشيت عندها، ما مشيتش عندها. سمحوا لي البنات قطعت، ما قلت لك واخا ماما حدايا ما مشيتش حدا، والله ما مشيت عندها، بارك لي هضرت معها غير في التليفون، والله ما خرجنا ما والو، كل مصدين علينا في ديورنا، والله يلطف بينا وصافي، والله يبعد لنا هذا البلاء هذا يا ربي. ونرجعوا ان شاء الله نرجعوا ان شاء الله الايام العاديه، ونخرجوا ونمشيو عند الحباب، واللي بغى يسافر يمشي، واللي بغى يدوز الصيف يمشي. نتمنوا يكون خير، ما عرفت ربي شنو مخبي لينا ان شاء الله، نتمنوا يكون خير ان شاء الله. ما نشارك معكم الغدا ديالي، قبلوا عليا الناس كلشي كيعرفوا في الدجاج. انا هذا غاد واخا مقطع عندي غير هكا في النص، ولكن غادي نحمره. قطعت هنايا جوج بصلات، عندي هنايا جوج بصلات اللي هي فيها التصفيره، كتشوفوا يدي فيها التصفيره، كنت كنشرمل بها الدجاج، غادي نرمي لها البصله ها هي، غادي نرميها وصايب عادي اللي كديروا. انا غادي نشارك معاكم، وغادي ندير غادي نقلي البطاطا وندير الزيتون، والله يجعل البركه. المهم غيتقلى عندي اللحم، تقلى عندي اللحم باش نحركو البنات، ونرجع معاكم. راني شاده غير بيدي وحده، واحد الريحه طالعه زوينه البنات، لحت السمن، درت شويه السمن ها نتوما، خليت الدجاج ها نتا خليته هكا، غادي غير يطيب واحد شويه، وغادي نهزو غادي نحمرو في الفران. راجلي جاب لي الدجاج، كنت غندير اللحم بالبرقوق، كنت غنشاركو معاكم، وراجلي قال لي بغيت توحشتنا الدجاج محمر هكا، وقلت له لا انا ما عنديش الدجاج باش غادي، ما عنديش الدجاج باش غنحمره، قال لي لا غير ديري هنينا غير هكا، واخا يكون مقرد وحمري هنينا ومع الفريته صافي. الله الا دروك الجوج دابا يلاه كنصب، ما عندي ثلاثه جديده والجوج القديمه، يلاه كنصب في الغدا. صباحنا مسخسخين ما قدرنا ناكلو، ما قدرنا نوضو، سبحان الله. عرفتي واحد التخسيخه بعدا انا الا بحال لا شدني شي حد ومعصيني. اش غنقول لكم البنات، ما سخيناش برمضان. الفيديو كنا كنهضروا قلت لك صبحنا مسخسخين ومدقدقين، ما قدرنا ناكلو، ما قدرنا، والله الا هادي سبحان الله، سبحان الله التجربه. كنولفو رمضان وما كنقدروش ناكل مع الصباح، يعني على 3 ايام او يومين عاد كنولفوا الماكله، ونعودوا ناكل، نرجعوا لايامنا الطبيعيه ان شاء الله. وان شاء الله جاي شوال، غنصوموا ان شاء الله شوال حتى هو، ونعود نشارك معكم داكشي اللي كندير في فطورنا عادي، وصافي نشارك معكم ان شاء الله ملي غادي نصوم ان شاء الله شوال، نشوفوا امتى غنصوموا ويكون خير ان شاء الله، ونبقاو ما نغيبوش عليكم كل نهار نقول لكم فيديوهات. والله الا سبحان الله من نهار فتحت هاد القناه، والله الا ولفت وليت خاصني ضروري نصور، واخا قبلوا عليا، واخا ندير غير بدو مطيش نصور لكم والله الا ولفت نصور، ولفت نهضر معاكم. وسبحان الله ملي كتكسبي عائله وكتديري قناه وهذا، كتولفي خاصك امتى تطلعي عليهم، وامتى تهضري مع الناس، وتهضري مع البنات والميمات، كلشي اللي كيتفرج فينا، الميمات والبنات والدراري، كلشي اللي كيتفرج فينا كاملين كنشكروكم. والله الا كنشكروكم، غير دعمونا والله يسهل علينا، والله يسهل على الجميع.
نعاونوا رؤوسنا، حنا غير جالسين جالسين نعاونوا رؤوسنا شويه. المهم ها هو الدجاج كيتقلى وحنا كنهضروا معاكم مجمعين، كنسلم على الناس كامله اللي كيكتبوا لي في الكومونتير واللي كيتفرج فيا واللي كيشاهد الفيديوهات ديالي. كنبارك لهم العواشر كاملين، كنبارك لكم العواشر. المهم هو كيتقلى، لا يتقلى شويه حيت معنا ناقص عليه، تقلى شويه. غنقطع دابا بطاطا، نقطع الفريت وهذا نسد على الدجاج يطيب ان شاء الله، ونرجعوا معكم نرجعوا ان شاء الله نكملوا معكم. انا غير ولفت نصور معكم، قلت اجي نصور الوصفه ديالي اللي غندير دابا ديال الدجاج نشاركها معكم وصافي، باش اللي ما كي اللي ما عمرو يعني الناس اللي يلاه بادين كيطيبوا، راه ماشي كلشي معلم. البنات اللي يلاه في باديات يلاه قالوا بسم الله، نتمنى لهم تاهم التوفيق في المسيره ديالهم، الله يسهل عليهم وكلشي. كنا ما زدناش معلمين، كنا تعلمنا وكنا الوالدين ديالنا علمونا والناس كنشوفوا شي وصفه هكا عند شي حد كنجربوها وكتعجبنا، واللي دار شي حاجه في بالو راه كيوصل ليها. وسبحان الله اللي عنده موهبه ديال الطبخ في راسو راه اي حاجه شفتيها كديريها تبارك الله كتنجح لك. اول الحمد لله كيتقلى البنات، غنقطع ونرجع معكم نحرك. البنات انا رجعت معكم، هي درت القناصي هومو الكبده رميتهم مع الدجاج، انا غادي غنسد عليه غير واحد شويه باش يطيب دغيا ليا حتى مشى الحال صافي. وغادي نبلل الجهد شي غراف ديال الماء، ما نجيش نبلل بزاف صافي صافي، وكنسد عليه. هذه هي الطريقه اللي كندير انا اللحم بحال هكا. الدجاج ماشي محمر، ماشي محمر هذاك الاخر، غير هذا المنصوب هو نفس الطريقه اللي كندير، غير انا المحمر كنطحن ديك العطريه وداكشي كنطحنها في مورينيكس. هذا انا ما طحنتوش، قطعت الربيع وقطعت جوج ريوس ديال الثومه وواحد نص مصيره وشرملت الدجاج، خليته واحد شويه شي نص ساعه هكا حتى ترقد شويه صافي، ونصبته ودرت هكا القناصي والكبيده يطيبوا معاهم صافي. دابا غادي نسد الكوكوس، غادي نسدها باش يطيب ليا دغيا صافي. غادي نهزهم، غادي نهز داك الدجاج وغادي ملي غادي يطيب غادي نهزو ونديرو نديرو يتحمر. يلا البنات ونرجع معاكم، ما يجيش الفيديو طويل. انا رجعت معاكم، ها هو لاصوص ديالي طاب، ها شفتو كيجي معيسل، وكندير واحد الطوبه صغيره تاع السكر ها هي، باش كتجي ديك المريقه كتجي معيسله. كتعاودي نعاود نسخنو، تنبغي نسخنو ها هي شو المرقه كتجي زوينه وخاطره هنايا بحال شكل ديال الدجاج محمر وصافي. وكدير واحد الطويبه صغيره وكتعاودي تزيدي ملي كتبغي تسخني، كتعاودي تسخني باش كتجي ديك المرقه تجي معيسله. انا غير زدتها، غنوريكم واحد الطريقه البنات غنشاركها معكم ديال البطاطا، كتجي مقرمله بلا ما تسلقيها. كاين واخا كتسلقيها ما كت ما كت ما كتجيكش زوينه، واخا كتسلقيها كتجيك شاربه، المهم شاربه الزيت. واحد الطريقه غندير قبيصه ديال الملح، غادي ديري الملح ديالك بحال هكا، غديري الملح ديالك صافي، ديريها هكا توزعي على البطاطا. وغادي ندير الدقيق، ها هو الدقيق، غادي نشدو غندير ليه بحال هكا، غنديرو في البطاطا، غنديرو في البطاطا غادي ندخليه فيها. صدقوني البنات راه كيجي مقرمل، سمحوا لي طاح. اي نديرو هادو الحنينه. المهم غادي نزيد الدقيق، كتزيد الشيشات ديال الدقيق هكا صافي، وكتقيد ضربي بحال هكا، تخلطي هذاك الدقيق يدخل مع هذيك البطاطا صافي، كتقلى البطاطا. ها هي شتي كتجي البنات، ها هي مقرمله ما فيها لا زيت ما والو، كتجي واعره. جربوها البنات والله حتى بتجربه كتجي واعره، ما تجيكم لا لاويه ولا حتى شي حاجه بلا ما تسلقيها. واخا كتسلقيها ما كتجيكش زوينه. المهم ها هي البطاطا ديالي، راه واخا تشوفوها كتلاصق راه غير ملي كتبدا تتحمر كيتفكوا على بعضياتهم، مع داك الدقيق كيلاصقهم كيخليهم مقرملين. المهم البنات ها وريتكم الطريقه، غدير الدقيق
ديروا الملحه البطاطا ديالكم صفيوها ديروا الملحه ترشوا شويه ديال الدقيق في هذا في البطاطا صافي كتضر بها بحال هكا تخليها ليها مزيان صافي كتقلي انا غادي نشوف دابا شوفوا كتشوفوا البنات هكا مشاكه راه غير كتبلت كتفك ولكن انا البنات منقولش لكم راه عرفتي كتجي خطير هي تجي بطاطا انا ما كنتش كنقلي بطاطا على ود هذاك البطاطا كتجيني البطاطا كتجيني هذا كتجيني سميتو كتجيني دايره كتجيني هاريه وشاربه الزيت واخا نسلقها واخا ما عرفتش شنو ندير ليها المهم كتقليها مباشره ترميها بحال هكا ترمي القياس ديالك اللي غديري صافي سيري على أمتي وسلو بالمسكين صافي صافي كتقلى كتجي غزالة كتجي زوينة شربوها البنات اللي بغا يخلي بطاطا يهز عليه بطاطا مقلية يدير ليها الدقيق سيري على يدير ليها الدقيق يدير ليها الدقيق وغتجي زوينة كتجي مكرملة ما كتصوبش الزيت بزاف ما كتجي لا هي لا والو وهذا الدجاج ديالي ها هو كيتحمر راني درتو كيتحمر شفتو درتو كيتحمر صافي ندان نطيبها دابا وغادي نقدم الطبق ديالي ان شاء الله المهم شاركتو معاكم الغديوه ديالي شاركتها معاكم نتمنى تعجبكم البنات وسمحوا لي على صداع بناتي بناتي واخا نهضر معاهم واخا نقول لهم سكتوا واخا نقول لهم راه غندير فيديو وانتم سكتوا ولي فروسهم فروسهم تاعي نهضر معاهم والو كتجي الهضره في الفيديو خلاص بنتي البارح واحد الفيديو يلا هديت كنصور كنوريكم الحلوه وشافت شافت جارنا شرا البنات وصبابط وجات قالت لي ماما ماما راه فلان شرا البنات وصبيبطات وانا شريت ليهم شرينا لهم كسيوات فرحناهم الحمد لله ولكن الحاجه اللي شافوها عند الناس خاصهم يبغيوها الحاجه اللي شافوها بغاوها شوفوا البنات راه كتجي زوينه ها شو ها انتم مقرملها راه مقرمله عرفتي راه كتجي خطيره وزوينه قد ما كثرتو الدقيق صراحه انا هذه بتجربه قد ما كثرت الدقيق كتجي تجي بطاطا زوينه هاكا بتخلطيها هاكا بيدي اللي عجبك انت اللي عجبك اللي حبيتي تقديها بحال هكا اللي عجبك لا غنتفاهم معاك صافي ها شتو ها كدير لها بحال هكا كتسقط هذاك الدقيق واخا كيلاصقهم ولكن كنتي كتبقاي تحركي صافي كيتفكو ولكن البنات كيجيو زوينين يلا البنات ما نطولش الفيديو بزاف باش ما نجيش طويل بزاف عليكم انا حمرت كتشو الجزيره كيتحمر البطاطا تقلى عليا بقات لي غير نقليها ان شاء الله وغادي نحط دابا الربع هذه غادي نحط الغذاء الغدوه ديالنا ونتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم البنات والميمات ومبروك عواشركم الميمات اللي كتفرج فيا مبروك عواشركم ونكون كنقدم لكم اطباق بسيطة كنشاركهم معاكم قبلوا عليا ما كنقدم شي حاجه اللي غادي نبان عليكم ولا داكشي على داكشي اللي كندير في داري كنشاركو وصافي يلا البنات يلا يلا خليكم دابا الصوص شتو انا درتها حطيت فوقها الدجاج دابا غندير فوقها هذيك البطاطا صافي غديوتنا طبيعي هي ماشي شي حاجه كثيره المهم شاركتها معاكم وصافي راه البطاطا كتجي واعره البنات والله الا كتجي زوينه ونتمنى يعجبكم وهذا هو صافي حطيناه باش غادي نتغداو ان شاء الله ومبروك عواشركم وتهلاو في راسكم ما نطولش عليكم بزاف يلا بسلام عليكم البنات واللي دخل عندي جديد يدير لايك ويجعل الجرس وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير يلا بسلام عليكم باي باي